الاهلي يهدر فرصه ذهبيه ويكتفي بالفوز على الرجاء المغربي 2-1. كابتن شريف، يعني هنقول مبروك، ولكن يعني بصراحه كان النتيجه ممكن تكون احسن من كده بكتير. طبعا نقول مبروك في ظل الاحداث اللي بتحصل في المباراه دي. مباراه سهله جدا، يعني الاهلي بيضيع فوز، يعني فوز سهل جدا انك انت تقدر تكسب من اول شوط زي ما انت عايز، وعندك انوار التحركات وعندك فرص سهله جدا ممكن تجيب منها اهداف وترجم بيها اهداف، وعندك فرقه مساعدات وكل حاجه. كل حاجه اليوم يومك النهارده بخمسه ست اهداف على الاقل، يعني بعد حاله الطرد كمان لازم يكون في تنظيم احسن من كده، وفي هدوء في انهاء الهجمه، وفي شكل اجريسيف شويه في جوه ال 18، يعني لازم تخلص كره جايه بالعرض ما بستنى. اللاعب عايز الكره مقشره، اللاعب عايز كل واحد يديله كره مطرح ما هي موجوده، اللاعب مش شايف اللعيب اللي جنبه يقدر يصلح له، حاجات سهله جدا في الكوره لو انت عندك الميكانيزم السهل اللي انت شايف خلاص انت راكب المباراه، الكره الثانيه كلها بتاعتك انت. لم انا ما اعرفش، عندي تغييرات حصلت كمان، حسيت انها اللعيبه نازله مصابه، مش هقول لك اكتر من كده، دي لعيبه مش جاهزه، اللعيبه اللي نازله دي لعيبه مصابه، لعيبه مش ما عندهاش استشفاء كامل. لا هو احنا لو اتكلمنا كمان كلمنا بعد كده، بص احنا اتكلمنا في الشكل البدني، ها أيوة. اللعيبه اللي نازله دي الشكل البدني بتاعها مش مظبوط، أيوة. يعني اللعيبه جايه على نفسها كمان وبتلعب، أيوة. على حسب قلت لك انت عندك دكه بره، اهم حاجه في الدكه اللي في اللعيبه اللي نازله دي تكون ما فيهمش حد فيه اصابات، استشفاء كامل، حاجات كده، فما حصلش تطور حتى في التغييرات. خروج ديانج بكل ماتش ياخد فيه انذار ويطلع لي ديانج، يعني ما مش لازم، يعني مش لازم لعيب عندك واخد انذار ابقى انا متعرض ان انا اطلعه عشان ما يطردش او ما اخدش انذار تاني. انت بتلعب مباراه المفروض ان انت الجيم بتاعك، المفروض انت اللي راكب المباراه كلها، المفروض انت اللي بتصير ظروف المباراه كلها، عندك اطراف يمين وشمال، حتى لما علي معلول مش موجود، انما المباراه مديالك اريحيه جامده جدا انك تلعب زي ما انت عايز من ناحيه اليمين، خاصه يا كابتن بعد الطرد جالك ضربه جزاء ثانيه مش لازم سلية هو اللي يشوطها، يعني مش لازم اي حد تاني في الملعب، ممكن بيرساوي يشوطها، لان خلاص حصل تعامل بينه وبين حارس المرمى ده، والضغط المعنوي والضغط النفسي على اللعيبه، لازم انا من نفسي حتى انا واللعيب مش قادر اشوط ما شفتهاش، يعني 3-1 2-1 انت شكل الجيم بتاعك انت مسهل، يعني ما ينفعش النتيجه دي صحيح ما ينفعش شكل الجيم اللي انت اتفرجت عليه النهارده ده يبقى 2-1، وخاصه هي مباراه افريقيا، يعني انما انت هتلعب برضه هناك زي كده، انما هتقابل بقى الجمهور العكسي اللي هو احنا جمهورنا هنا هو اللي بيشد الدنيا وقالب الملعب كله لصالحك وزي ما قلت لك فرقه بتعرف تضيع وقت، ضيعت بتاع 12 ساعة. دقيقة ولا ربع ساعة والحكم تنازل وادالك خمس دقايق. في ناس بتلعبك بتقول لك انا مديك اتنين بنالتي وانت اللي مش عارف تخلص وادى خمس دقايق انا ما اعرفش على ايه وطرد، فانت ما ساعدتش نفسك النهارده انك انت تروح هناك في المغرب في اريحية او بسكور، انما المطلوب منك مع فرقة الرجاء انك انت اول ما تروح هناك يكون عندك رغبة ومفهوم التهديف، وبس الروح في اللعيبة دي والتاكتكس اللي هتتلعب لغاية الماتش الجاي لازم يكون هو ده، ازاي انا اروح بالفرقة اللي عندي دي او باللعيبة دي اترجم معاهم الشكل الايام اللي جاية دي التهديف في خارج الارض. بس انت هتروح هناك على الاقل عايز تحافظ على فرق الهدف، على الاقل مش عايز يجي فيك هدف مباكر. مش هينفع تلعب ديفندر تاني لغاية ما يجي فيها جون، اصل الهدف يطلعني بره، انا لو دخل فيها جون هطلع بره. ايوه مظبوط، انت لازم تلعب هناك انك بتجيب هدف، تجيب هدف مباراه ثانيه. يعني زي ما دخل فينا احنا الجون ب 2-1 هنا بقت مباراه ثانيه الشوط الثاني. ايوه كان المفروض يبقى فيها هدف ثاني وثالث ورابع. بس انت ما كانش ليك الحظ انك انت تخلص المباراه. لازم مستر موسيماني يقعد مع اللعيبه ويحتوي اللعيبه، الجهاز الفني كله يحتوي اللعيبه ويحط لهم خريطه بشكل السيناريو اللي هيحصل المباراه الجايه. ان هم هيتفرجوا على نفسهم وقد ايه هيندموا على سهوله المباراه اللي كانت موجوده. على الشكل، وبعدين في لعيبه عندك النهارده، محمد هاني بقاله كتير قوي ما بيلعبش، وليد سليمان بقاله كتير قوي ما بيلعبش، طاهر محمد طاهر بقاله كتير جدا ما بيلعبش، حمدي فتحي راجع من اصابه وواضح ان هو بيسلم واستلم على القد في نص الملعب، مش لو حد بيعدي وكلام ما عندوش السبرنت الفول سبرنت اللي هو اللي بيعاطف،
علي معلوم مش موجود. يعني ان شاء الله الماتش الجاي باذن الله انا على ثقه تامه ان انا هنعدي باذن الله وهنكسب، واعتقد احنا ممكن نكسبهم هناك كمان. يعني نتمنى يا رب. لو انت عندك الثقه الكافيه للعيبه تتفرج على نفسها النهارده هتعرف خريطه الطريق الماتش الجاي باذن الله. هو انا لو لعيب مش هتفرج على نفسي تاني النهارده. ليه؟ لا بالعكس، لان انا عارف انا عملت ايه في الماتش غلط. ما احنا ياما تعرضنا لحالات نفسيه كده، التعامل مع الكوره ما بقاش منتلي جاهزين، يعني قلقانين خايفين. واحد زي ايمن اشرف لسه الثقه مش عارف يمسكها في رجله. ايمن اشرف ده قد كده 10 مرات، فهمتني؟ يعني مش في لعيبه الحكايه هربانه منها. ايه السبب يا كابتن؟ الدخول والخروج والاصابات وكل لعيب. هتقول لي حسام حسن ما بيلعبش ليه؟ ما هو كان مصاب، ولما بيرجع المصاب دخوله محدود جدا مع الفرقه، عشان محمد شريف مش عارف يلاقي نفسه في المنطقه دي. ولازم اللعيب بنفسه هو، اعتقد ان احنا اكتر حاجه ايمن كان بتجيبنا التمرين. ايوه. مفيش حاجه بترجعني الملعب تاني وابقى كويس قوي لما بحس ان انا كده، غير ان انا في التمرين ببقى مركز، ببقى بشوف ايه الحاجات اللي ناقصاني، ايه التفكير. انا يعني هقول لك على حاجه بس عشان ما اضيعش وقتي، انا كان في حاجات عايز اعملها في الملعب كنت لازم اعملها في التمرين الاول. ايوه. محمد شريف لازم يبقى عنده الرغبه التهديفيه في التمرين، التحرك في التمرين، الشوط الجامد، الالتحام الجامد، الكرات العاليه اللي بتيجي ما احطهاش ورا، بحطها براسي جامد جدا. كل ده اعتقد عايزه شويه بس تدريبات فرديه كده وشكل هم يعتمدوا فيه على نفسهم باذن الله. ما حصلش حاجه كبيره النهارده. بتلعب فرقه برده انت احسن منها، باذن الله تتوفق في المباراه يا رب ان شاء الله باذن الله.